وياكم برحلة على صناعة الأفلام، وأعرفكم على أسماء أو أفلام لمعت بالسينما العربية أو الأجنبية. فيلم اليوم هو بعنوان True Spirit، يلي هو فيلم عبارة عن سيرة ذاتية نزلت على منصة نتفليكس. يعتبر كتاب الروح الحقيقية لواتسون، الفتاة الأسترالية يلي أخذت على العالم، مصدر إلهام لمعظم الحبكة بالفيلم، رغم كل الصعاب بتبحر وبتنجو من بعض الظروف الصعبة، كمان كل هيدول وهي ولحالها. يهدف الفيلم إلى غرس هذا الشعور بنفوس الشباب وحثهم على ملاحقة أحلامهم وكل شيء بدهم إياه.